هذا بعد محرقة الخيام سؤال مفترض مفترض ان احنا كنا ماشيين في مسار ما للتهدئة ومفترض ايضا ان المصادر وتبقى للاعلام بتاع اسرائيل انه هم عاوزين يكملوا تهدئة بل بالعكس ده كتبوا في بعض الجرايد بتاعتهم وقالوا على بعض قنواتهم بناء على مصادرهم هم هم اللي قالوا كده ان عندهم مصادر امنيه بتقول انه احنا بصدد الانسحاب من رفح الفلسطينيه ده كلامهم ثم تاتي محرقه الخيام السؤال ليه عشان يوصل لفين يعني نتنياهو عاوز ياخد المنطقه لفين وياخد اسرائيل بالتحديد لحد فين ده سؤال السؤال الثاني تقف واشنطن مكتوفه الايدي او مكتوفه الذراعين او مكبله او راضيه طيب والاتحاد الاوروبي يفكك لنا هذا المشهد ويحلله تفصيلا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره طبعا المحلل السياسي الكبير ودائع الصيت منورنا يا دكتور ربنا يخليك نائب ربنا يخليك كله تمام؟ كله تمام هم عملوا كده ليه؟ يعني على يعني بالتاكيد هو طبعا في متغيرات زي ما كنت بتناقش مع حضرتك هو في متغيرات حصلت خلال الايام الاخيره تفصل لحضرتك بعض الاسئله اللي حضرتك طرحتها آه هو جزء منها آه طبعا آه عايز انوه لبعض المعطيات الرئيسة انه ليس عمل ما فيش حاجه اسمها عمل مقصود او غير مقصود او تبرير لما هو اطلقه نتنياهو هذه امور تفهم في سياقها يعني احنا بنتكلم في مساحه جو استراتيجيه محدده مناطق معقمه سياده النائب مناطق معقمه المخيمات دي مناطق معقمه تم تطهيرها بصوره كبيره فاستهداف هذه المخيمات لا رسالة مباشرة انه بيستهدفها ثم يبرر الخطا بخطا اكبر انه سيعود وانها كارثة وهو بيكلم العالم مش بيكلمنا احنا عشان نبقى واضحين، بيكلم الجمهور الدولي، بيكلم الرأي العام الدولي، بيتكلم مع الجنائية، بيتكلم مع محكمة العدل، بيتكلم امام الرؤية الدولية مش بيبرر ده للمجتمع الاسرائيلي او لينا لكي نهدأ او ما الى ذلك، قبلها بيومين حصل تطورات في عملية جبليه والمخيمات وبدات المناطق المقاومه تعلن عن نفسها، ظهور ابو عبيده وظهور الخيارات العسكريه الاخرى للمقاومه وبدات اللهجه العسكريه تظهر مره اخرى فيما يشير بقى الامر الى ان الجناح العسكري بدا يسترد جزء من حضوره في المشهد، هتقولي ده حضرتك هيجي على حساب المستوى السياسي بالتاكيد لانه ظهور بعض الاسماء وظهور العمل المقاومه بهذه الصوره رساله الى نتنياهو انك بطبيعه الحال ما تصعد فنحن نصعد كان مستوى التوتر او الصدام وصل لدرجه محينة في حدود الاشتباك وكانت حماس رايحه بالفعل الى توقيع الاتفاق وماضيه فيه اما وان فشل الاتفاق او تعثر نتيجه للتعنت الاسرائيلي ومكابره نتنياهو وعدم انصاته لما تم نصحه به انا عايز اقول هو ده اللي خلى الحاله تخرج عن السيطره واخشى ان يكون ليها يعني انعكاسات بطبيعه الحال على فكره الخيار السياسي ليه لانه في شواهد بقى حضرتك هنبني عليها اول نقطه ودي الاهم انه هل نتنياهو يريد الان الدخول في مفاوضات قولا واحدا اسرائيل بتتارجح كدوله بقى سياده النائب ما بين الحل العسكري وبين العوده للمفاوضات لكن لا يزال الحل العسكري هو الواضح والامثل هتقول لي طب حضرتك رايح على فين لابد انه يكمل حضرتك الى منطقه شرق رفح هتقول لي ليه شرق رفح لانه لابد انه يكمل الدخول مناطق شرق رفح لاعتبارات متعلقه بمصداقيه خطابه ده رقم واحد انه يقول للجمهور الاسرائيلي ان انا اوفيت بوعدي ودخلت الى مناطق شرق رفح طب حضرتك هتقول لي طب افرض هفترض مع سيادتك مع حضرتك سياده النائب انه وصل الى شرق رفح ولم يجد لا المحتجزين ولا الاسرى وده امر طبيعي، المؤكد ان في تغيرات حصلت خلال الاشهر الماضيه بدليل تخبط اسرائيل في العمليات العسكريه، بدأ يرجع الى يضرب مناطق التماس في خان يونس، بدأ يضرب في وادي غزه، بدأ يصعد في مناطق الشمال، ده دليل ان هو لا توجد لديه تقييمات عسكريه وسياسيه حقيقيه، يعني شوف بقى الدوله كلها ليس لديها تقييمات عسكريه او سياسيه للخطوه التاليه. حالة الفوضى إن صح تعبيري وأنا بسمي الأسماء هنا سيادة النائب بأسمائها هناك فوضى في إسرائيل الآن واقعية يجب الانتباه إليها ودي اللي هتحكم المشهد في إسرائيل أنا في تقديري خلال الأسابيع اللي جاية وخلال الأيام القادمة ليه؟ حالة فوضى داخل المؤسسة العسكرية في حالات استقالات تمت في اتهامات للمفاوضين اللي هم بيفوضوا اصلا من قبل نتنياهو واتهمهم بصوره مباشره فافقد الثقه على المستوى التفاوضي، حضرتك تعلم إن في ثلاث عناصر بتفاوض ممثلين الجيش، ممثلين الاستخبارات العسكرية أمان، ممثلين المساد. <applause> ده يؤكد إن إيه لابد إن يكون في صوت واحد أو رأي واحد، هو طلع هاجم بتوع الجيش, الجيش. أو ممثلين الجيش، وبالتالي طبعًا كان زي ما حضرتك تعلم كان في استقالات قبل كده لرئيس الاستخبارات العسكرية أمان وتم استبداله بشخص آخر، وبدأت التعيينات تتم. فحالة الفوضى في المؤسسة العسكرية في هذا التوقيت هتنعكس حضرتك على موضوع أنك هيذهب إلى التفاوض بصورة كبيرة طبعا هو تم لقاء زي ما حضرتك تعلم في باريس برئيس المخابرات المركزية وليام بيرنس ورئيس الاستخبارات الموساد ورئيس وزراء قطر للتقريب وجهات النظر للعودة إلى المفاوضات العودة للمفاوضات الأمريكان بيسموها بداية جديدة أو رؤية جديدة أو مقاربة جديدة احنا ما نعرفش الامريكان هيقدموا ايه جديد في هذا الاطار يعني الامريكان هيقدموا اي رؤيه جديده ايه الرؤيه اللي هم هيشتغلوا عليها التصور هنبدا منين هل هتبقى في اجابات في عشرات طبعا الاسئله المتعلقه باجابه حضرتك ست النائب بالنسبه لحماس بالنسبه لاسرائيل الوقائع اللي انا اشرت لبعضها دلوقتي هتنعكس على المناخ السياسي والعوده الى المفاوضات بمعنى ما حصل من عمل عسكري بالنسبه لحماس بالنسبه للعوده للمقاومه في جباليا وفي العمليات اللي هتبدا انا اتوقع انها هتزيد هيبقى لها تاثير مباشر على مجرى، وبالتالي ربما حماس تتشدد يعني حماس تتشدد نتيجه لتصعيد <applause> الجناح العسكري <applause>